بعد تطبيع بعض دول الخليج مع إسرائيل، بدأت السعودية بتشويه النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية تمهيداً للتطبيع مع الكيان المحتل. لكن لا يمكن لأحد التشكيك بنضال الشعب الفلسطيني ضد المحتلين. تاريخ المقاومة الفلسطينية مع المفكر السعودي المعارض الدكتور سعد الفقيه. والليلة نتكلم عن الدور الشعبي، ماذا فعل الشعب الفلسطيني والشعوب العربية كذلك، ماذا فعلت الشعوب تجاه القضية. وهذه محاولة للرد على من يدعي أن الشعب الفلسطيني جالس ساكت، أو أنه هو الذي باع فلسطين، أو هو الذي ألقى كاهل المسؤولية علينا. لا تقل أنكم ماذا قدمتم دون أن تعلم ماذا قدم الفلسطينيون. كلنا نستعرضها تاريخيا حتى نرى منذ متى بدأت هذه المقاومة. المقاومة بدأت حتى في القرن التاسع عشر، في 1891 أهالي قرية الخضيرة هجموا على أول مستوطنة من أوائل المستوطنات التي بدأت فيها الهجرة، التي كانت الهجرة تلك الأيام لما كان الدولة تحت سلطة العثمانيين لم تكن الهجرة معلنة وصريحة، كانت الهجرة بالدس يعني، وفي حيل يعني تشترى الأراضي هنا وهناك، ولم يكن الفلسطينيين يبيعون. وفي 1900 كتبت عدة عرائض من قبل علماء ووجهاء وأعيان ورجال أعمال وشخصيات فلسطينية وشيوخ قبائل، كتبت عدة عرائض تحرم بيع الأراضي لليهود من زمان، من 1900 تحرم، لأن اليهود أتوا بكمية هائلة من المال يشترون الأراضي. الثورة الفلسطينية الأولى. الفلسطينيون يطلقون ثورتهم الأولى ضد الاحتلال البريطاني والمستوطنات اليهودية عام 1920. 1920 بدأت أول ثورة، انتفاضة شاملة وكبيرة في موسم النبي موسى، وهذه كانت لم تستهدف فقط المستوطنات والمصالح اليهودية، بل حتى المصالح البريطانية، حتى يعني مراكز البريطاني، مراكز الشرطة والمعسكرات وغيرها. طبعا طمعت بشدة من قبل الحكومة البريطانية تلك الفترة، ما كان اليهود لم يكن لهم شأن، الشأن كان الحكومة البريطانية، والحكومة البريطانية كانت دولة امبراطورية ضخمة منتصرة في الحرب العالمية في 1920، ولكن استمرت انتفاضات متفرقة هنا هناك إلى أن جت 1929. كانت هناك محاولة يهودية لاقتحام المسجد الأقصى، يعني محاولات قديمة من ذيك الأيام. فهب يعني أهل الأقصى ومن حول الأقصى هبوا بانتفاضة كبيرة، وأسست جمعية حراسة الأقصى، أعتقد لا تزال أثارها حتى الآن. وغيرت بريطانيا سياستها إلى أن تمنع المظاهرات من أصلها، أنها تنشر قواتها في فلسطين بطريقة تشبه طريقة اليهود أو طريقة الحكومات العربية الآن التي تمنع المظاهرات. حينما عجز الفلسطينيون عن المظاهرات قاموا بالإضراب، يعني الإضراب أسهل المظاهرة، قاموا بالإضراب في 1935 إضراب شامل لمدة 6 أشهر، ثم بدأ العمل المسلح المنظم. ثورة الريف. بريطانيا تغتال وتعتقل القيادات في المدن، والثورة المسلحة تنطلق من الريف عام 1936. أوصت لجنة بيل بالتقسيم فاندلعت ثورة الريف. ثورة الريف في 1937 قدمت عملا كبيرا كرد فعل على لجنة بيل. ماذا فعلت بريطانيا؟ قصفت بالطائرات وجرفت بالجرارات وتسببت في 4000 قتيل و12 ألف جريح بسبب ثورة الريف. ما نفع الكلام هذا، ما رهبوا الفلسطينيين، فجابوا 50000 مقاتل من الهند ومن مناطق الهند الصينية ومن أفريقيا، 50000 مقاتل إنجليزي، يعني ما كان عندهم يعني كنا ما أظن حدود 15000 مقاتل فقط، فجابوا 50000 مقاتل من أجل إخماد الثورة. في هذا الأثناء اندلعت الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الآن صارت بريطانيا في موقف ضعيف، لأن مشغولة في قتال ألمانيا، والناس يعني ما يعرفون هتلر، يعني تعاطفوا مع هتلر. النكبة والنكسة. دور الحكومات العربية بنكبة فلسطين عام 1948 وخطط الصهاينة والحكومات العربية للقضاء على المقاومة المحيطة لفلسطين ما بعد النكسة. يعني استمر الوضع هكذا بعمليات غير منظمة واجتهادات متفرقة هنا وهناك وحصار
بريطاني وحصار كذلك من العملاء إلى حرب 48. في حرب 48 كيف أن الحكومات العربية أصلا مثلت تمثيلية سمتها الحرب، يعني سواء كانت مصر ولا الأردن ولا إيش يعني، وذكرت أن القائد العام هو جلوب باشا اللي هو إنجليزي أصلا يعني. وكانت الحرب معدة بحيث أنه يصفى الأمر لليهود، منطقة 48 تصفى لليهود الصهاينة، والضفة تصير مع الأردن، الضفة الغربية تصير مع القدس وتصير مع الأردن، القدس الشرقية يعني، القدس الغربية تصير لليهود، وغزة وسيناء تصير عند مصر، والنقب صحراء النقب وبقية فلسطين تصير مع اليهود، والجولان تصير لسوريا. هذا الترتيب أصلا متفقين عليه يعني، يعني الحرب لم تكن إلا تمثيلية حتى يستقر الأمر هناك. خلال هذه الحرب اللي خرب عليهم التمثيلية هو 48، صار عندك إيش؟ صار عندك مناطق 48 ومناطق 67 اللي هي الضفة الغربية اللي صارت تبع الأردن. فأصبحت هناك مقاومة داخل 48، وهناك مقاومة في المناطق الأخرى زي غزة والضفة وكذلك لبنان. فأصبحت الأردن سبب كبير في محاربة في انطلاق القوة الفلسطينية ضد إسرائيل، وكذلك لبنان وغزة. طيب شو الحل؟ الحل في الأردن أن يقوم النظام الأردني بالقضاء على كل التشكيل المسلح في فلسطين. وصارت أيلول الأسود في 1970 من هذا الجانب مفيدا لإسرائيل. فتخلصت إسرائيل من الوجود العسكري الفلسطيني في الأردن بعد أيلول الأسود، وتخلصت من الوجود العسكري في لبنان بعد الاجتياح في 1982 وتشكيل حزب الله. ماذا بقي؟ بقي المقاومة داخل فلسطين اللي هي في غزة وفي الضفة. الحل هنا حل عبقري، أن إسرائيل تقدم شوية تنازلات للقيادة الفلسطينية وتحول القيادة الفلسطينية إلى سلطة شبيهة بالسلطة العربية، مقابل إيش؟ مقابل أن يقمع هذه عرفات، أن يقمع كل مقاومة. عرفات وبعده محمود عباس يسمونها التنسيق الأمني، هذا هو أصلا مشروع أسلو قائم على التنسيق، هذا هو اللي هو مشروع أسلو كله قائم على التنسيق الأمني. فانحلت مشكلة الأردن ولبنان، وانحلت مشكلة الضفة والقطاع، إلى أن جت 2007 وطلعت حماس وتمكنت من إبعاد فتح والقوة التابعة لياسر عرفات، القوة التابعة لمحمود عباس من غزة. زوال إسرائيل. العوامل والأحداث التي تؤدي لزوال إسرائيل وتحرير المسجد الأقصى. كيف ستزول إسرائيل ومتى؟ من هو الضامن لأمن إسرائيل؟ من هو الداعم لإسرائيل عالمياً؟ لأنه يعني كما قال القرآن: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل من الله بإضعافنا، وحبل من الناس اللي هما أوروبا وأمريكا. يعني في البداية كانت أوروبا اللي هي تحديداً بريطانيا التي أنشأت إسرائيل، ثم أمريكا. فإذا زال الدعم لإسرائيل سواء من أمريكا أو أوروبا وغيرها، فإسرائيل ستكون عارية، ستكون يتيمة. وضعت الأرضية الربيع العربي، والمشكلة الضخمة اللي قاعد تحصل في أمريكا الآن التي ربما يحصل فيها صدام كبير، وهشاشة النظام في السعودية وفي مصر وفي الإمارات وفي بقية الدول العربية، وصدام القوى التي تحمي إسرائيل، تبشر أن العهد قريب. 2022 ولا لا؟ الله أعلم. وعلى هذا نعاهدكم ونعاهد أمتنا أننا سنبقى مقاتلين مجاهدين حتى يوم النصر. يوم النصر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا.